السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ يا شباب كل عام وانتم بخير. يا عم خلص العيد يا عم. عشان هيك لازم اعيد. يعني بالعيد شو بيسوي؟ يا بيعطوا عيدية يا بضيفوا يا اما ثنتين، انا عندي ضيافة بس. اضحك محمد اضحك اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك اضحك. كويدية انا استعيدوني مش لازم اعيدكم. تعالوا حاب عيدكم مش عيدكم اضيفكم استنى شوي. اليوم حاب اضيفكم شبس من الطراز الاول ابو البريزي. طبعا هاد زاكي جبس لو انه ما زاكي ما بضيفكم. تفضل صحتين وهنا على الجميع. يا ندوق احنا بسم الله. زاكي نايس. كل اللعبة نزلت للطاولة فريدة من نوعها، يعني سبيشل مخصصة للمحترفين فقط أو الهكرات. يا محترفين يا هكرات جست الطاولة هيها هي 60 مليون ولازم كلها بندات. الطاولة هيها وعشان تلعبها لازم كلهم بندات شرط شرط شرط. ولعبة عن 60 مليون. طبعا صاحبكم يحيى ختم الطاولة. تدرون كم اعلى استريك جبت عليها؟ يعني فوز متتالي 16 فوز. في حد سواها؟ بس الهكرات بس. اما يحيى تي في ايزي. طبعا كمان ازيدكم الشعر بيت، جبت 6 خواتم. 6 خواتم عليها. مين جايب حصة خواتم؟ مش بس الهكرات بس. اما انا زلمة مش هكر. وطبعا صاحبكم قرب يوصل 41 مليار. يعني ما فيش مبارك في التعليقات، لازم مبارك كل مباركات. فراح نجرب على هاي الطاولة الجديدة أقوى طاولة في لعبة البلياردو، حنجرب عصات الجالكسي. معروف عصات الجالكسي سبيشل، معروف سبيشل. ومع هاي الطاولة سبيشلين برو ماكس. قبل أن نفوز خلينا نذكر الله عز وجل لا إله الله وصلى رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد. ليتس دو إت. بدنا نجلد غير الجلد ما نقبل صراحة. ان شاء الله يا رب يكون قاعد يصور لانه زمان مسك بدي ادخل لا صوري بليز وشكرا. طب اشتو اسمه فاروق من الهند وليفلو 591. جميل. يا هل ترى ليفلو يعكس لعبه ولا لا؟ ما ندري. وجايب الخاتم ولا مره، يعني الشاب ما بنعرف اذا لعيب ولا لا. اخذ اول شيء صغير حلو جميل تمام. قرر ياخذ الاثنين حلو. فزنا. بقول لكم هي اللعبه للمحترفين بس، اللي بده يلعب يكون محترف غيرك لا. اللي بعده هسه راح افرجكم الاحتراف. يلا افرجيهم كيف تعلموا الاحتراف جد. الله يستر. نقول له اول اشي عشان نهايط اكثر watch and learn. الشاب من وين؟ من بنغلاديش. هذا بيعني لعيب. 14 خاتم. هذا هكر مستحيل. 14 خاتم يا زلمة. شباب هذا الشاب لعيب ضدي مو سهل. يا لعيب يا هكر يا لعيب يا هكر مستحيل. هذا لعيب جدا يا هكر جدا. بس انا راح فوز عليه معروف يعني باذن الله. فايزين عليه باذن الله بس يا رب ما يكون هكر. اذا كان هكر صراحه انت راح تخرب الجيم صراحه يعني صدقا لانه جيم اسطوري زي هذا يعني مستحيل يروح. فمرجع خصم صغير هيك حلو. غلط والله. طيب نجيبها نص بسم الله يعني حتلحقها لحق. اوكي بس يا رب تزبط. ما زبطتش يا عم الحاج. بدي اشوف هكر ولا لا. صراحة انا متحمس لاشوف لعبة هذا الشيء. يعني مستحيل 6 تريك 14 خاتم يعني جد كثير. خذها يمين تحت اشوفك لعيب.
اها بيستخدم الطرق الثانية. اوكي 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 تمام انت معلم راح انت هيك صراحة دمرت نفسك دمرت نفسك. هاي اول اشي. الاثنين هاي الحركة ما تعملها للناس المبتدئة. هاي الحركة اللي عم انا كم سرق عندي خمسة كمان يعني زلمة مش لعيب زلمة يعني لعيب زي زيك. ما تعمل هاي الحركة على واحد مش لعيب على واحد لعيب. اعمل الحركة هاي على واحد ما مش لعيب مش اي شخص تعمله هاي الحركة مو اي شخص. لا تستهين بخصمك باشا ابدا. ايه حركة مو حلوة ابدا ترى منك صراحة يعني على حاول ليفلك ومستواك و14 خاتم وحركات يعني على كل ما نقول لصاحبنا ابلع يا زلمة. والله العظيم انه خطر عبالي انه راح تقرنج او فوت البلاك بالغلط. يا زلمة الله يهديك. المشكلة خطرت ببالي بس تضرب البلاك يا اخوان تجي تضرب البلاك وتفوت البلاك. ما ظنيت ظنيت وما ظنيت لك مش مشكلة. حماس 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 خلاص هذاك الجيم مو مشكلة يعني خلاص شو نسوي يعني نبكي يعني خلاص نجيب الستة نجيب الواحد نجرب الواحد نجيبه يعتبر بند صعب مو بسهل. ليش قدمت خصم عشان اوقفها مكانها؟ حلو مو مشكلة مو مشكلة حصل حصل. نعطي فرصة دائما للشاب اللي ضدنا كمان يعني مو بس نحن نلعب يعني عشان نعطي فرص للناس الثانية صح ولا لا يا شباب يعني ما بزبط. حلو شاب الكرة الأولى شو يسوي هاد؟ نفس حركة الشخص ذاك اللي سواها فيني قبل شوي. حتندم. واحد اثنين ثلاث وزي ما اعمل فيني انا بعمل فيه كمان. كمان تكون عندك طريقة ذكية في اللعب يعني هو صراحة عم يتخوت عليه صح وانا كمان بتخوت عليه عادي. تفهموا كيف تعملوا هاي الحركة مع الناس المبتدئة مش هي يلا ناس زي هذا قبل شوي بس صراحة انا ذاك شنصت معه يعني عرفت شلون. هاي وين هاي؟ طب راح احاول اني اخذها مش راح احاول اني اعلق له ما شابه ذلك راح احاول اني اخذها بند وان شاء الله يا رب انها تثبت عشان هيك بدك حلو. والله مو بند اسطوري بند خنفشاري صراحه بند وليس له في التاريخ مش ليس له في... ليس مثله في التاريخ ولا بالجغرافيا. كفو كفو يا وحش يا وحش الوحوش انت وحش الوحوش. اللي بعده بدنا لعيبة اكثر بدنا جيمات اجمل اجمل صراحة. هذول اللي مروا جيمات نوعا ما نعطيهم صفر من عشرة صح؟ ما في حماس ما في قصة حركة بدنا ناس لعيبة العب هذا مبين عليه لعيب مبين اوكي نروح خلينا الابداع. حلو اختار صاحبنا الكبير والكبير مش معلق سكر والله دوري
نبدأها أول إشي بذكر الله لا إله إلا الله. خلاص بكفي يعني. أنا مش راح نجيب ولا كرة. حاس إحساس. إحساس قلبي يقول لي مش راح نجيب ولا كرة. دي أول كرة. ماشي يا عم. حنمشي معاك للنهاية. حنجيب كروت ونشو ونجيب أيهم. أرجع خصم وأخفف هيك. توبند جميل. نجيب هاي هون. ثري بند جميل قوي يا عم. يا عمي الاحتراف ده يا عمي وفي ايه؟ اعمل هيك for this is bands bands with this. الاربعة ولكن اخفف. طلع شلو اخفف ولا اقوي؟ اخفف ولا اقوي؟ والله يا شباب في إنا في الموضوع. طب اوكي راح اعملها هيك 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 افضل. هس تعرفوا ليش يا وحش؟ هذا هو المطلوب. هذا هو إز المطلوب. نجيب أيوه ونقويه فل. شفتوا كيف الواحد بسحب جيب بندات كامل بدون أي خربطة؟ يعني هذا هو سر الاحتراف. الاحتراف إنك تسحبه كامل. لا تنسوا الذكر الله دائما لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. وهي فعلا الطاولة يعني أنا بنصحكم أنكم تلعبوا عليها عشان تطوروا من مهاراتكم في البندات. ودمتم في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.